أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. حنرجع نعيد المحاضرة الرابعة بدورة الاتصالات الخلوية والتخطيط الراديوي، واللي للأسف الجلسة الماضية كانت مباشرة، كانت مسجلة بس كان في تحديث بسيط لبرنامج التسجيل، فرجع للإعدادات الأولية اللي هي إنه أنا ما بقدر أسجل صوت الميكروفون بس الشاشة. فبهالجلسة ممكن ناخد 45 دقيقة حتى نرجع نعيد اللي حكينا عنه، ما أو 50 أو ساعة ممكن، ما شوية شغلات جديدة ما طرقنا لها بالجلسة الماضية. الدرس الماضي طبعا بلشنا بموضوع البنية التحتية للجيل الثاني للاتصالات الخلوية، وقلنا إنه البنية التحتية مؤلفة من 3 أقسام رئيسية. طبعا القسم الأول هو البي اس اس مثل ما احنا شايفين، القسم الثاني هو الان اس اس، والقسم الثالث هو الاو اس اس. طبعا إذا تتذكروا الدرس الماضي حكينا إنه البي اس اس هو المحطات القاعدية، سواء الثابتة أول شيء المتحركة الموبايل ستيشن، اللي هو الموبايل ستيشن طبعا هو الهاتف الخلوي اللي نحن معنا إياه، انطلاقا من الهاتف الخلوي، مرورا بالبرج اللي سميناه بي تي اس، مرورا بالبي اس سي اللي هي البيس ستيشن كنترولر المتحكم، وصولا للشبكة الرئيسية الموجودة بأحد المقاسم الهاتفية أو أكثر بالبلد. طبعا حكينا ان الموبايل ستيشن هو الهاتف الخلوي اللي بيكون مع المستخدم، طبعا له عدة مواصفات وميزات، و استطاعة منخفضة اللي عم نحكي عن شاشات ملونة، شاشات تاتش، معالج تشغيل، معالج رسوميات، نظام تشغيل اندرويد او اي او اس الى اخره. طبعا هذا الموبايل ستيشن بيتعامل مع البرج عن طريق وصلة صاعدة سميناها الاب لينك. الاب لينك هي الوصلة الصاعدة بترددات تتراوح من 890 وحتى 915 ميجا هرتز، وقلنا انه الداون لينك اللي هي الوصلة الصاعدة من البرج إلى الموبايل عم نحكي على 935 وحتى 960 ميجا هرتز. هدول كلياتهم لازم نحفظهم، هي ترددات ال 2G، وعم نحكي على أي باند؟ عم نحكي على باند 900 ميجا هرتز. طبعا في باند تانية هي 1800 ميجا، وإلى ترددات حكينا عنهم بالدرس الماضي. فبنرجع لهون، بنرجع لموضوع الخلوي. طبعا عندنا الابراج، هلا اليوم رح نحكي، رح نرجع نذكر بمكونات البرج من الالف من A to Z، وبعدين رح نحكي عن البيس ستيشن كنترولر اللي هو المتحكم بعدة ابراج. مثل ما شايفين عندنا متحكم واحد هون ببرج 2 3، طبعا هذا المتحكم فيهم بشكل بيتحكم بكل هالابراج بشكل كامل. بعدين حكينا على موضوع البنية التحتية للاتصالات الخلوية. بلشنا إذا بتتذكروا بالدرس الماضي بشيء اسمه الـ MSC اللي هو الموبايل سويتشينج سنتر، وهو اللي بيمثل البنية التحتية أو القلب المزود للاتصال الخلوي، بيقوم بعمليات التوصيل أو وظائف التوصيل الهاتفية بالشبكة الخلوية. بمعنى تاني هو المقسم، يعني بياخذ المكالمة من جهة، بيوزعها بشيكة، بيطمن عليها وبياخذها على الطرف الثاني. يعني مثلا إذا في عنا هذا الشخص بده يحكي مع هذا الشخص، كل العمليات بتمر بشكل راديوي للبنية التحتية، من البنية التحتية تتم معالجتها 1 2 3 4 5، وبعدين بيتم توجيه المكالمة نحو الشخص الثاني، أو بيتم توجيه المكالمة خارج الشبكة. يعني مثلا إذا عندي شخص عم يحكي من هاتف سيرياتيل وحاب يحكي مع شخص من MTN من مزود خدمة تاني، فالمكالمة بتروح عن طريق البرج إلى المقسم الأقرب، واللي فيه بيكون الـ BSC. يعني مثلا أنا خلينا نعيد القصة بشكل مثال عملي حقيقي، خلينا نقول إنه نحن اليوم في عنا شخص، هذا الشخص سيرياتيل مثلا وموجود بمنطقة مزة، تمام، وبده يحكي مع شخص موجود كمان سيرياتيل موجود بمنطقة برزة. فكيف الآلية بتتم؟ الآلية بتتم على الشكل التالي، من الموبايل الخلوي باتجاه البرج، طبعا أقرب برج موصول عليه هذا الموبايل، باتجاه أقرب مقسم خلوي شايف هالأبراج كلها بمنطقة برزة. عادة بيكون هذا مثلا بمقسم برزة،
ومن ثم الإشارة فايبر بتروح إلى المقسم الخلوي الموجود بأحد مقاسم مدينة دمشق فرضا، واللي فيه كل الداتابيسات أو قواعد البيانات. بعد معالجة الإشارة والتمام إنه الأمور بخير وهذا الشخص موبايله مجمرك ومعه وحدات ومين طالب ومين بده إلى آخره، بيتم توجيه المكالمة إلى أقرب مقسم هاتفي موجود في الشخص الثاني، يعني على مثلا مقسم برزة هون، ومن ثم إلى أقرب برج موصول عليه المستخدم اللي بدي أحكي معه وبرن موبايله. فهي الآلية اللي بتتم فيها. طبعا إذا عم نحكي على موضوع الترددات، موضوع الترددات بالنسبة لموضوع الترددات، فالموضوع هو على الشكل التالي. فعم نحكي هون على موبايل ستيشن إلى البرج أبلينك، والأبلينك حكينا من 890 وحتى 915 ميجا هيرتز. بعدين من البرج وحتى المقسم هون بنحكي على مايكروويف لينك، هون عم نحكي على ترددات من رتبة من 4 وحتى 80 جيجا، طبعا كلها ترددات عالية جدا. بعدين بس تصل الإشارة على المقسم الخلوي تنتقل للبنية التحتية عن طريق شيء اسمه الفايبر، طبعا بس إنه فايبر فعم نحكي على سرعات نقل عالية جدا على مسافات ممكن تكون طويلة إذا عم نستخدم سينجل مود، أو قصيرة إذا عم نستخدم مالتي مود. في عدة أنواع للفايبر طبعا. المهم إشارة الفصل بسرعة هائلة وبتأخير زمني قليل جدا إلى البنية التحتية. البنية التحتية بتم معالجتها، بتمر على عدة قواعد بيانات. فإذا الشخص اللي أنا طالبه من نفس الشبكة، يعني مثلا سيريتين للسيريتين، بيروح فايبر لأقرب مقسم، بيروح مايكروويف لأقرب برج، وبيروح RF لأقرب مستخدم. أما بحال الشخص اللي أنا طالبه من خارج الشبكة تبعي، يعني مثلا من سيريتيل، أنا طالب MTN أو طالب وفا أو طالب مثلا أرضي PSTN أو طالب مثلا إنترنت PDN أو مهم مو ضمن نفس الشبكة، فأنا وين بروح؟ بروح على شيء اسمه GMSC اللي هو الجيتوي. طبعا بعلم الشبكات الجيتوي هو دوما برحلة لما بيكون انا عم اطلب شغلة ما لها موجودة بالنتورك تبعي، مثل الراوتر اللي عندنا بالبيت. هلا الراوتر اللي عندنا بالبيت ليش نحن بيسموه جيتوي راوتر؟ لانه انا اليوم اذا عندي حاسب موصول مع هذا الراوتر وعندي موبايل موصول مع هذا الراوتر واي فاي، فالحاسب للموبايل اذا يحكوا مع بعضهم البعض، انا ماني بحاجة انترنت، ماني بحاجة راوتر. اما اذا كان هذا الحاسب بده يطلب شغله مثلا مثل جوجل، ما انا موجوده جوجل هون عند الزلمه اللي انا موصول معه، فاجباري بده يطلعني لبرا على شبكه الوان اللي هي شبكه الانترنت، فانا بحاجه شيء اسمه راوتر او جيت واي. فالجيت واي هي دوما مصطلح يدل على انه الطلب اللي انا طالبه ما انا موجود بشبكتي وانما موجود بشبكه ثانيه فبيبعثني عليها. فهي يا جماعه اهم شيء لموضوع موضوع البنية التحتية. طبعا نحن الدرس الماضي ذكرنا بقواعد البيانات اللي بتمر عليها الإشارة، هنرجع نعيدها بشكل سريع. إنه أول شيء في عنا الموبايل سويتشينج سنتر اللي هو المقسم الهاتفي، اللي هو مثل مهام مقسم الدولة، عبارة عن عملية توجيه للمكالمات، بيتحكم بالمكالمات وبيتحكم أيضا بتمرير هاي المكالمات لأنظمة هاتفية تانية، مثل ما حكينا الهاتف الأرضي، مثل الـ PSTN أو الـ ISDN أو الـ PDN إذا عم نحكي إنترنت Public Data Network، أو الـ PSTN Public Switch Telephone Network اللي هي الألو الأرضي، يعني 011 أو 211 إلى آخره، وشبكات المعطيات والشبكات الخلوية الأخرى مثل إذا أنا MTN بيأخذني على سيريتيل وإلى آخره. فهو عبارة عن بوابة عبور أو جيتوي، مثل ما حكينا فيها بوابة بتخرجني لبرا على شبكات تانية أو على شبكات أرضي أو غيره. هي بالنسبة لـ GMSC. بالنسبة للداتابيسات الرئيسية الموجودة بالـ NSS، عم نحكي على الـ HLR اللي هو الـ Home Location Register أو المسجل العنوان الرئيس، اللي هو قاعدة المعطيات تبع الشبكة اللي بيتم التخزين فيها كل شيء له علاقة بالاشتراكات الخلوية، يعني مثل عبارة عن مخزن هي أو داتابيس أو قاعدة بيانات فيها كل معلومات المشترك، مثل ما عم نحكي مثلا هويته، تعريفه للمشترك، المزايا والخدمات اللي
اشترك فيها، موقع المشترك الرئيسي. يعني مثلا اليوم انا رحت لاشتري خط وفا او خط فودافون او خط اتصالات او دو، بروح على الشركه او على المكتب الممثل لهي الشركه، فبعطيهم صوره هويتي وبيعبوا لي طلب. هذا الطلب طبعا فيه معلومات كامله عني، مين انا، الرقم الوطني، الاسم، العنوان، الكنيه، تاريخ الميلاد الى اخره، ايش الميزات اللي حابب اشترك فيها، بالاضافه لموقع عنواني. فالعنوان وين بينزل؟ العنوان اللي انا البيت يعني اللي ساكن فيه بينزل بال HR او هي العنوان الرئيسي للمشترك. تمام، كل هاي المعلومات وين بتنزل؟ بتنزل بال HR. ولكن في قاعده بيانات ثانيه بسموها ال VLR او ال Visitor. طيب الفيزيتر هي بقى مسجل الموقع الزائر. شو يعني؟ هي عبارة عن قاعدة معطيات أو قاعدة معلومات بتحوي وين موقع المشتركين الحالي في حال ما كانوا في بيتهم. يعني أنا اليوم في مكان ما، مثلا هي أنا هي بنايتي، حملت حالي ورحت على مكان تاني هون، فالبرج اللي متصل فيني بسجل موقعي الحالي بقاعدة بيانات بسموها الـ VLR. طبعا ليش هاي العملية؟ هاي العملية حتى تتم عنا عملية البحث عن المشترك بالشكل التالي. يعني أنا اليوم موبايل ستيشن بدي أحكي مع موبايل ستيشن تاني، فالإشارة كيف بتروح؟ بتروح على البرج مثل ما حكينا RF، بعدين من البرج لل BSC Microwave إشارة عالية التردد، بعدين بستعملها الكنترولر اللي هو أقرب مقسم موصول له، ببعث للمقسم الرئيسي، مثلا مقسم مش عارف بعد مقسم المزة، مقسم برزة، اللي هو محل ما كل هالقواعد البيانات موجودة. تمام، فهون الإشارة بتم معالجتها على الشكل التالي. طبعا بتم توجيهها، يعني هل هو الشخص بده من نفس الشبكة تبعي MTN أو بدي أبعته على محل تاني. بس قبل طبعا لازم تتشيك إشارتي، فهو أنا بسأل حالي مين طالب، مين الرقم اللي طالبه؟ والله طالب رقم 0944 إلى آخره، فبروح على HLR وبدور على هذا المستخدم، هل هو موجود ببيته؟ يعني هل هو كموبايل متصل مع أقرب برج ببيته؟ إذا إيه ببعته، لأني بعرف العنوان وينه. إذا لا ببعته على VLR. VLR بيشوف لي وين هو حاليا متصل. فإذا ما كان ببيته حتما رح يكون في مكان آخر، فأنا بعرف وين اللوكيشن تبعه. فإذا عرفت وين، على أي برج بدي وجهه، على اي برج موصول معه الزلمه، وببعث له الاشاره لهذا الاساس. فالفي ال ار هي تخزن بشكل مؤقت معلومات المشترك وينه، وبالتالي تقدر الام اس سي توجه المكالمه. يعني بتروح على اتش ال ار اول شيء، هل هو ببيت الزلمه؟ لا والله مو ببيته. طيب هات لنشوف الفي ال ار وينه هو، ببيت فلان او على الطريق بمحل ما. بروح على اقرب برج موصول معه الموبايل وببعث الاشاره عليه. فهي اتش ال ار و VLR. قاعدة البيانات الثالثة اللي حكينا عليها سميناها الـ AUC أو الـ Authentication Center، واللي هي الغاية منها توثيق وتأكيد شرعية المشترك اللي عم بيحاول يستخدم هي الشبكة. عبارة عن قاعدة معطيات فيها اتصال وثيق مع الـ HLR، وبتقدم لها بارامترات محددة. هاي البارامترات فيها عمليات التوثيق والتشفير لأضمن إنه هذا المشترك بحق له يشبك على الشبكة تبعي. إذا الـ AUC هي Authentication Center، Authentication يعني توثيق، مركز التوثيق. فعلى هذا الأساس بتتم العملية. وآخر database بسموها الـ EIR. E هي اختصار لـ Equipment. لما بنقول Equipment لما بنقول يعني تجهيزات، يعني الموبايل. فبهالحالة هي قاعدة معطيات فيها الـ EMI تبع كل مشترك، الـ EMI تبع الموبايل تبع كل مشترك. يعني أنا حاطط السيمة تبعي بموبايل ما، هذا الموبايل له معرف وحيد بسموه الـ EMI International Mobile Equipment International Mobile Equipment Identity. يعني هذا عبارة عن رقم وحيد مؤلف من عدة خانات، هي الخانات ما بتتكرر بالعالم. يعني كل موبايل، مثلا أنا معي سامسونج 52 موديله 4G جايبه من الإمارات، فإله محدد رقم معرف. يعني هذا الرقم ما بتتكرر بالعالم كلياته، وبينزل بقاعدة البيانات اللي اسمها الـ EIR. طبعا هون الـ EIR هي اللي بتحدد لي ثلاث حالات، لأنه هذا الموبايل مثلا جمرك أو قيد الجمركة، يعني لسه قيد الزلمة ما دفع حقه، ما دفع حق جمركته، فهو بين يعني between، وغير مجمرك أو بسموه black. فهون عم نحكي على white، يعني موبايل أموره خير، قيد الجمركة نص نص، أما غير مجمرك فما بيحق له يشتغل على الشبكة تبعي. كل هالأمور بتلاقوها بقاعدة البيانات الخاصة بالـ
equipment اللي عم نحكي فيها EIR. تمام؟ فإذا عملنا الإشارة كيف بتتم على الشكل التالي يا جماعة؟ إذا واحد هلا هات لنشوف بقى. إذا واحد مثلا خطه سيريتين بده يحكي مع واحد تاني خطه سيريتين، فالآلية بتتم على الشكل التالي. بتدق الرقم 09 إلى آخره، فبتروح على أقرب برج عن طريق إشارة راديوية بين الهاتف الموبايل والبرج. حكينا شو هن، إذا عم نستخدم GSM 900 أو عم نستخدم GSM 1800. طبعا الترددات تعتمد على الباند المستخدمة بالبرج واللي بيدعمها الموبايل. تصل إشارتي على البرج، البرج بيعالجها وبيبعتها عن طريق المايكروويف إلى أقرب مقسم هاتفي. فإذا أنا كنت بالمزة فبيبعتها على أقرب مقسم بالمزة. المقاسم الهاتفية ضمن البلد متصلة مع بعض البعض عن طريق الفايبر، وبالتالي إشارتي بكل بساطة وبكل سرعة وبكل سهولة وبدون تأخير زمني بتصل لوين؟ للمقسم الرئيسي اللي موجودة فيه قواعد البيانات. وهون بتم معالجة قواعد البيانات، يعني أول شيء بيشوفوا مفاتيح التشفير والتوثيق، بيشوفوا هل المستخدم اللي أنا طالبه موجود ببيته؟ لا والله، معناتها بشوف الـ VLR وين موجود الأخ. الأخ موجود بمنطقة مثلا منطقة الميدان، أوكي عرفنا وينه. موبايلاته لهذا المشترك اللي أنا عم يدق منه مجمركة ولا مو مجمركة ولا قيد الجمركة، هل بده شخص من MTN ولا بده شخص من نفس الشبكة؟ إذا من نفس الشبكة ببعته، إذا من غير شبكة ببعته على الجيتوي، والجيتوي بتروح على جيتوي تانية خاصة ب مثلا شركة MTN، ومنها بتروح على أقرب برج موصول عليه المستخدم الثاني. هي إذا عم نحكي من سيريتين لامتين، أما من سيريتين لسيريتين فأنا بروح هيك ما في داعي، يعني بتروح إشارتي على البرج على النتورك وبترجع على أبراج خاصة بنفس الشبكة. تمام؟ فهي الآلية أو العملية اللي بنتبعها لحتى نحقق عملية الاتصال الهاتفي عن طريق الخليوي. طبعا هون في داتابيسات تانية، في عندنا مثلا الـ SMSC اللي هي الـ Short Messaging Service Center اللي هو مركز خدمة الرسائل القصيرة اللي هي بنشوفها هيدي الـ SMS. في عدة داتابيسات تانية ممكن نحكي عنهم كمان لقدام. فهي أهم أشكال البنية، أو هي كيف البنية التحتية للجيل الثاني للاتصالات الخلوية. طبعا ما تنسوا حكينا عن شيء اسمه الـ OSS، والاو اس اس انه هو عباره عن الاوبريشن والمينتيننس سنتر اللي بنشوف فيها مركز المراقبه الدوريه. يعني هون في عندنا حواسيب، في عندنا اشخاص قاعده عم تراقب شو عم بصير، بارامترات بهالداتابيسات قاعده شو عم تصير، بارامترات بالمقسم الكنترولر والمقاسم الهاتفيه والمقاسم عفوا المحطات الثابته اللي هي مثل البي تي اس. صار في عندي حريق، صار في عندي باور ايشو مثلا كهرباء الى اخره. كل هالبارامترات هيدي تتم معالجتها بالاو ام سي او الاوبريشن مينتيننس سنتر اللي هو مركز مراقبه مركزي، بنوصل بنقرا فيه كل مراقبه كل المقاسم والشبكه. وفي عندنا شيء اسمه الان ام سي اللي هو نتورك مانجمنت سنتر اللي هو بقى مركز واحد للشبكه بتحكم بكل الاو ام سي. يعني الان ام سي بتحكم بالاو ام سيز، والاو ام سي بيتحكموا بكل بارامترات هالشبكه من ابراج ومقاسم وداتابيسات ومعطيات. في عندنا مركز مراقبه شبكه رئيسي نتورك مانجمنت سنتر، في عندنا مركز مراقبه الصيانه والعمليات الاو ام سي. الاو ام سي بقى بيشوف كل البارامترات، وهالبارامترات بيتم عمليه الفولو اب. يعني فولو اب يعني اذا عندنا مشكله بمقسم معين مثلا او بداتابيس معينه او بكنترولر معين بيتم عمليه الفولو اب بشكل مباشر. لحتى طبعا فولو عملية إخبار عن الخطأ اللي عم بيصير ومحاولة حله بأسرع سرعة ممكنة عن طريق تحويل الشكوى إلى القسم المختص يقوم مباشرة بالعملية. الدرس الماضي كمان حكينا عن الأبراج، إنه في عنا الأبراج اللي هي البرج هذا بيسموه BTS. BTS هو Base Transceiver يعني PX-RX وStation. على Station محطة وBase ثابتة، والترانسيفر هي TX-RX يعني محطة إرسال واستقبال ثابتة أو قاعدية بسموها. طبعا حتى نحكي عن مكونات البرج، نحن الأبراج بنشوفها حوالينا على طول. طبعا تغطية البرج هي تغطية منخفضة نتيجة من الترددات اللي عم نستخدمها هي ترددات عالية. طبعا مثل ما حكينا العلاقة بين التردد والمسافة هي علاقة عكسية، يعني
كل ما عليه التردد كل ما قلت مسافة التغطية، تمام، أو الكفرج يعني. فمثلا إذا عندي هاي الإف وهي الكفرج، كل ما عالي التردد كل ما قلت تغطية المنطقة اللي أنا عم غطيها، وكل ما قل التردد كل ما زادت منطقة التغطية اللي أنا عم غطيها. هاي قواعد أساسية بالتخطيط الراديوي ما بننساها. إذا اليوم أنا عندي برج بدي غطي مسافات كبيرة، بدي أنزل لترددات من رتبة 900 ميجا. إذا عندي برج بدي أغطي مسافات قريبة، بدي أرفع تردداتي ل 1800، 2100، 2600 إلى آخره. يعني الترددات المنخفضة بتغطي لي مسافات عالية، والترددات العالية بتغطي لي مسافات منخفضة. هاي من القواعد الأساسية اللي لازم على طول نتذكرها لما بدنا نحكي على شو اسمه الترددات والتغطية الخلوية. طيب، من شو مؤلف البرج؟ أي برج يا جماعة مؤلف بشكل رئيسي من واحد من فوق لتحت. أول شيء عندنا شيء اسمه مانع صواعق، أو بيسموها حربة فرانكلين، أو مثلها. يعني هي عبارة عن مانع صواعق، خصوصا إذا كانت أبراج عالية. يعني عم نحكي عن ارتفاعات تتراوح من 15، 20، 30 متر وأعلى. عادة بيحطوا مانع صواعق on the top، يعني أعلى البرج. هاي المانع الصواعق كل ما اجت صاعقة بتكمشها مانعة الصواعق وبتبعت الإشارة نحو الأرض، وبالتالي بحمي الهوائيات، بحمي التجهيزات اللي على الأرض إلى آخره. أي برج إذا مؤلف من، خليني أبدأ بالأساسيات. إذا عندي برج حتشوفوا أنتم هذا المنظر، بتشوفوا عبارة عن برج، وبتشوفوا هون تحت بالأرض تجهيزات. هلا من زمان كانوا يسموها هيدي الشلتر. الشلتر هو مثل المخبأ اللي بيخزنوا فيه التجهيزات، والبرج هو العمود المعدني اللي بنشوفه نحن. طبعا في عدة أنواع للبرج. في عندنا شيء بيسموه المونوبول، اللي هو وحيد المونوبول، يعني وحيد القطب، فهو عبارة عن عمود وعليه الهوائيات. وفي عندنا شيء على شكل أبراج ثلاثية أو رباعية الأقدام، يعني رباع، يعني إلى أربع أربع، يعني مثلا هيك بهذا الشكل. والله أنا ما كتير شاطر بالرسم، بس قدر الإمكان يا أربع قواعد تثبيتية أو ثلاثة، يعني واحد اثنين وثلاثة ولفوق. فهدول حتى هدول هذا شكل من الأبراج. هذا للارتفاعات العالية، عم نحكي على 10، 15، 20 متر، 30 متر، أكثر، حتى يصل 80 متر، 90 متر. بس طبعا اكثر هذا المنظر المونوبول هو 80، يعني للارتفاعات العاليه، لانه سميك وعريض وبيتحمل معنا ارتفاعات. طبعا الابراج في كمان نوعين لها، في نوع بيسموه سيلف سبورت وفي نوع بيسموه جايد. هلا السيلف سبورت هو الابراج اللي ما بحاجه لعمليات تثبيت، يعني ما بحاجه لاحبال شد لحتى ثبتها انا بالارض وثبت فيها البرج. اما الجايد اللي هي عباره عن ابراج بتلاقوا في لها حبال تثبيت، هي الحبال مهمتها الحفاظ على ثبات البرج، وخصوصا في المناطق اللي فيها هواء شديد او سرعه رياح محتمله عاليه كتير. فبيحطوا حبال بولاد مثلا، هي الحبال بتضل ماسكه البرج بشكل ثابت بشكل مرتب، وبتحميه من الاهتزازات وعوامل الرياح والهواء الشديد والقصص هي كلياتها. ففي عنا شيء بسموه سيلف سبورت اللي هو ما بده حبال تثبيت، وفي عنا شيء بسموه الجايد اللي هو اللي بده حبال تثبيت. هذا من ناحية الشكل. أما من ناحية المضمون، ففي ممكن تلاقوا أبراج ثلاثية القواعد، ممكن تلاقوا أبراج رباعية، ممكن تلاقوا مونوبول أو عبارة عن بس مثل هذا المنظر، عبارة بس عن قطب وحيد ومحطوط عليه الهوائيات. هي بسموها رينج، انتينا رينج، اللي هي حلقة تتركب عليها الهوائيات مثل هي كمان. هي بسموها انتينا رينج او حلقة هوائيات مثل ما احنا شايفين، تتثبت على الماست او على العمود وبتحطوا الهوائيات عليها. فهي بالنسبة لشكل الابراج او المناظر. بالنسبة للبرج انا شو بشوف؟ بشوف على الشكل التالي. هذا البرج، فمن فوق مثل ما حكينا بنشوف مانعة صواعق، إذا هيدي مانعة صواعق. وممكن إذا كان البرج ارتفاعه عالي نشوف ضوء أحمر. طبعا هذا الضوء الأحمر هدفه الرئيسي هو تنبيه الطائرات
انه في عندك برج هون مرتفع، انتبه ما تخبط فيه، خصوصا الهليكوبتر والطائرات المنخفضة الارتفاع. فإذا عندنا مانع صواعق بالدرجة الأولى، في عندنا ضوء محذر للطائرات أو الأجسام ذات الارتفاعات المنخفضة. بعدين بتلاقوا بقى هوائيات، هاي الهوائيات بيسموها سيكتور، والهدف الرئيسي هي التواصل بينها وبين هواتف الموبايلات المستخدمين. وفي عندنا نوع ثاني من الهوائيات، في عندنا نوع ثاني من الهوائيات بيسموه هوائيات مدورة أو مايكروويف، هي بقى للوصل بين البرج والكنترولر اللي هو المقسم الهاتفي. طبعا هون بنحكي على ترددات عالية كتير، هون بنحكي على ترددات منخفضة، يعني هون بنحكي على 900 1800، هون بنحكي على جيجا، يعني عم نحكي على 4 8 28 36 حتى 80 جيجا هرتز. تمام، رح ارجع عيد المنظر حتى يبين معي بشكل واضح. في عندي خليني افرجيكم اياها بشكل على الرسام. ففي عندي على الشكل التالي، في عندنا برج، هاي برج، في عندنا بضاعته لهذا البرج اللي هي التجهيزات اللي بنلاقيها من تحت، وفي عندنا هون مثلا البي اس سي اللي هو الكنترولر اللي هو المقسم، اقرب مقسم هاتفي. يعني مثلا اذا كنا ببرزه، هذا مقسم برزه وهذا السايت موجود ببرزه. تمام، فهون بنشوف مانع صواعق، ممكن نشوف ضوء، طبعا مو بكل الابراج حسب اذا كانت الابراج عاليه او منخفضه، إذا كانت في منطقة في المرور فيها طيارات أو لا. فمنلاقي مانع صواعق ومنلاقي ضوء، بالإضافة لهوائيات مايكروويف، هدفها الرئيسي الربط بين الأبراج وأبراج تانية أو مباشرة مع المقسم اللي هو البي اس سي. بالإضافة بنشوف هوائيات مطاولة بنسميها السيكتور. السيكتور الهدف الرئيسي تبعه هو التواصل مع الموبايلات او الموبايل ستيشن. اذا بنشوف هوائيات اسمها سيكتور، وعندنا هوائيات مايكروويف ديش، وعندنا مانع صواعق، وعندنا الضوء المحذر. طبعا هاي الكابلات كلياتها بتنزل لتحت على الشيلتر او محل ما بتم معالجه الاشارات، فهون بيتم معالجه الاشارات وارسالها. يعني إذا واحد قال ألو ألو دق 0955 اللي هو، بتروح الإشارة على هوائيات السيكتور التي تستقبل الإشارة، بتم إرسالها نحو الشلتر لحتى تتم معالجتها، ومن الشلتر بتطلع لفوق على المايكروويف، ومن المايكروويف بتروح على المقسم، ومثل ما حكينا فايبر بتروح على الـ MSC اللي هي البنية التحتية لحتى تتم معالجة الإشارة. يعني بتمر على قواعد البيانات الرئيسية اللي حكينا عنهم VLR HLR AUC إلى آخره، وبعدين بتروح عند الطرف الثاني حتى يرن الاتصال. فهي بشكل رئيسي عملية شو بتلاقوا على البرج. طبعا في تجهيزات صغيرة موجودة خلف الهوائيات لحتى تقوي الإشارة أو تضخمها أو تعالجها، او حتى تبعتها بتاخير زمني منخفض وترددات عاليه الى اخره، هلا رح نحكي عنه بعد شوي. لحتى نبلش، اهم شيء عندي اياه هو السيكتور انتنا. السيكتور مثل ما حكينا هو الهواء اللي بيتعامل مع الموبايل ستيشن او مع هوائيات مع الموبايلات المستخدمين. طبعا مثل ما انتم شايفين هون، هذا برج، هاي معنا صواعق، هاي ضوء، في عندنا هوائيات تربط هذا البرج مع أبراج تانية أو مع المقاسم، وفي عنا هوائيات مطاولة تربط هذا البرج مع هوائي مع موبايلات المستخدمين. هذا بنسميه السيكتور، وهذا بنسميه المايكروويف. طبعا ليش سموه سيكتور؟ لأنه قطاعي. شو يعني قطاعي؟ يعني بيغذي بزاوية محددة أو بزاوية معينة. طبعا حتى نشوف هاي الهوائيات لازم أقرأ المواصفات الفنية تبع هاي الهوائيات. أهم شغلة وأكثر شغلة هي مهمة بالحقيقة، إنه هذا الهوائي شوف شو التردد اللي بيشتغل عليه.
طبعا اذا انا عم احكي 2G 900 فلازم هذا الهواء اللي انا بدي استخدمه على هذا البرج يكون شغال ضمن مجال 2G 900. اذا بتتذكروا 2G 900 الابلينك والداونلينك من 890 915 من 935 ل 960، اذا الرينج اللي انا بشتغل عليه الرينج عفوا اللي انا بشتغل عليه هو من 890 ل 960. فاذا اشتريت هوائي رينج من 860 ل 960 معناته اموره بخير لانه يقع ضمن رينج شغلي. هذا تمام. اذا كان رينجه 1800 ما بيشتغل معي لانه انا بدي اغذي 2G. تمام. فاول شغله واهم شغله انه هذا الهوائي شوفه على اي باند بيشتغل. فانا اليوم بدي اغذي 2G فبده يكون بيشتغل على 2G وليس على 3G او 4G او ترددات مايكروويف او شيء ما له علاقه باللياقه. هي شغله. الشغله الثانيه هو ربح الهوائي. شو يعني الربح الهوائي؟ حكينا شرحنا عنه كثير بدوره الاتصالات اللاسلكيه الموجوده على قناتي على اليوتيوب. كلما ارتفع ربح الهوائي كلما زاويه الاشعه على الهوائي كانت اضيق. يعني في عندي هوائي بغطي 360 درجه، هذا بسموه مونو، بسموه عفوا اومني دايركشنال. شو يعني اومني دايركشنال؟ يعني بيغطي كل الاتجاهات 360 درجه. كلما ضغطت هذا الهوائي باتجاه محدد كلما صار بسموه هوائي اتجاهي او دايركشنال. شو يعني دايركشنال؟ يعني صار بيغطي لي بدل ما يغطي 360 درجه صار بيغطي زاويه محدده ولكن بربح اكبر. شو يعني بربح اكبر؟ يعني بتغطيه اكبر. يعني مثلا اعطيكم مثال، خلينا نشوف مثال هون. هذا مثال على شكل تعريف. في عندي هوائي مونوبول يعني وحيد القطب، هذا بيجي اومني دايركشنال. شو يعني اومني دايركشنال؟ يعني بيغطي 360 درجه. فاذا بده يغطي لي منطقه هيغطيها بكل الاتجاهات، بس هيك حتكون تغطيه التغطيه. ليش؟ لأن الربح تبعه رح يكون منخفض، والسبب إنه بيغطي بكل الاتجاهات. تمام؟ فالربح بيكون منخفض لكن الأداء جيد، لأنه اليوم أنا بحاجة هوائي وحيد فقط لحتى أغطي كل العالم ضمن دائرة محددة. هذا أول خيار. ثاني خيار روح على شيء اسمه دايركشنال. دايركشنال يعني هوائيات موجهة. شو يعني هوائيات موجهة؟ يعني في عندي هوائي، هذا الهوائي بغطي لي منطقة محددة. يعني مثلا إذا بدي قيسها هون، إذا حطيت هوائي موجه فبغطي لي بس هي المنطقة ولكن بتغطية أكبر. كل هدول بغطيهم، كل هدول بغطيهم. فإذا في عندي موبايل هون ولا هون ولا هون كله مغطى، بس إذا في عندي موبايل هون هذا ما هو مغطى. طبعا هون الربح رح يكون اكبر. ليش؟ لانه زاويه التغطيه اكبر لكنها اضيق. تمام. وانا بحاجه لعده هوائيات لحتى اغطي عده زوايا. يعني انا بحاجه لهوائي بهذا الاتجاه، هوائي بهذا الاتجاه، وهوائي بهذا الاتجاه لحتى اغطي 360 درجه. فكلفه حتكون شبه اعلى. هون عم نحكي عن هوائي وحيد فقط لغزي منطقه كامله دويره. اما هون بدي هوائي وحيد لحتى اغطي زاويه محدده ممكن تكون 90 درجه او 120 درجه. فاذا عندي هوائي بغطي 120 درجه فانا بحاجه لهوائي ثاني يغطي لي 120 ثانيه، وهوائي ثالث يغطي لي 120 ثالثه. وهذا المبدا المتبع بالخليوي، بيجيبوا هوائيات بسموها سيكتور، هوائيات قطاعيه كل منها بغذي 120 درجه. فانا اليوم بحاله بدي اغطي منطقه معينه، فشو بيعملوا؟ بيجيبوا هوائي أول، هوائي ثاني، وهوائي ثالث، كل واحد 120 درجة، 120 درجة، 120 درجة، بدلاً على إنه يجيبوا هوائي واحد 360 درجة يغطي لي إياها. طبعاً شو الهدف من هي الحركة؟ إنه أنا اليوم أجيب ثلاث هوائيات بدل هوائي واحد. الهدف إنه أول شيء صح الكلفة أعلى، لكن الربح أكبر بكتير، وبالتالي التغطية للمستخدمين وخصوصاً إذا كانوا ضمن أبنية أو ضمن سيارة أو ضمن 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 إلى آخره عم تكون أفضل وأقوى. وأنا اليوم كاتصال خليوي مثلا GSM 2G أنا بيهمني كتير إني أغطي الناس اللي جوا البيوت، اللي جوا البنايات، اللي جوا الحمامات، اللي جوا المطبخ إلى آخره.
او اللي ورا بنايه او اللي كتغطيه الربح اعلى هون بالهوائيات القطاعيه، وبقدر انا اغطي العالم بشكل افضل باستخدام هي الهوائيات. ومن جهه ثانيه بقدر اوزع ترددات على 3 هوائيات، وبقدر خدم عدد اكبر من المستخدمين. مثلا اذا عندي انا هون مستخدم، خليني احطهم بالاكسل، فهذا الهوائي له كباسيتي معينه، كباسيتي يعني سعه، تمام. اما هون صار عندي 3 هوائيات، 1 2 3، كل واحد له سعه، فانا بخدم عدد اكبر من المستخدمين. فهذا الهدف اللي نحن اليوم بتلاقوا على البرج، بتلاقوا 3 هوائيات على الاقل او على الاكثر حسب شو بدي غطي. فهذا 120 درجة وهذا 120 وهذا 120 درجة، وهيك بهالحالة أنا بكون عم غطي كل المنطقة اللي أنا حاطط فيها البرج. فهذا الهدف بين ال شو اسمه، بين السيكتور وبين عفوا بين السيكتور وبين الهوائي المونوبول أو الهوائي اللي بيغطي 360 درجة. إذا نرجع نكرر، إذا أول شيء عندي التردد الذي يعمل عليه هذا الهوائي لازم يطابق الباند اللي أنا عم أشتغل عليها. الربح كلما كان الربح أعلى كلما كانت منطقة التغطية أضيق وبحاجة أنا لهوائيات أكثر. طبعا مثل ما أنا شايفين هون هذا الهوائي بغطي بشكل أفقي، يعني إذا هذا هو الهوائي بشكل أفقي يمين يسار بغطي لي 120 درجة مثل ما أنا مكتوب هون، وفوق وتحت بغطي 15 درجة. فأنا اليوم إذا هي أنا شخص عم اطلع نحو الأمام، فيمين ويسار 120 درجة، وراسي لفوق ولتحت يا دوبه 15 أو 20 درجة. هي هي منطقة التغطية تبعي. من ورا ما بشوف بقى، أي حدا من هون ما بشوف، وأي حدا فوق مستوى الرأس 15 درجة او تحت مستوى الرأس 15 درجة كمان ما بشوفه. فعليا هذا الهوائي بيغطي، لما بقول horizontal يعني يمين يسار، لما بقول vertical يعني فوق تحت، تمام. فيمين يسار فوق تحت، هدول التغطية تبع هذا الهوائي. طبعا في عندنا موضوع الممانعة، الممانعة كتير مهمة، لانه هذا الهوائي ممانعة الدخل تبعه هي 50 اوم. شو معناتها؟ يعني إذا بدي أركب له كابلات محورية بسموها كوأكسيال، هي الكابلات لازم تكون كمان ممانعتها 50 أوم، وإلا بصير عندي عدم توافق ممانعات. بنرجع لنظرية الهوائيات وانتشار الأمواج والدائرة الواحدية اللي نحن اليوم لازم نضل في عندي توفيق للممانعات. يعني اليوم أنا عندي كابلة بدي أركبها بهوائي، بدي أشوف ممانعة الكابلة وبدي أشوف ممانعة الهوائي، الاثنين لازم يكونوا نفس بعض. إذا كنت عم حط كابل مثلا ممانعته 75 أوم وعندي هوائي ممانعته 50 أوم، كأني عم حط له زق لهذا الهوائي قبل ما تفوت الإشارة عليه. يعني الإشارة حتتعرض لمطب، يعني الإشارة هيك حتكون مثلا ماشية بكل النظام، حتلاقي مطب حترجع تفوت على الهوائي، هذا المطب حيؤدي إلى لوسز أو شيء بسموه ضياعات. وبالتالي أنا كتير مهم الهوائي شوف شو ممانعته، ممانعة الدخل تبعه بتلاقوها بالداتا شيت مثل ما أنا شايفين. لما بدي أركب له كابل، بدي أوصل له كابل، لازم تكون ممانعة الكابل نفس ممانعة الهوائي. هذا الهوائي بيتحمل لاستطاعات عالية 300 واط، الكونكتر تبعه له نوع، الوزن تبعه 14 كيلو، الاستقطاب فيرتيكال، فيرتيكال يعني الإشارة بتطلع عمودية على سطح الأرض، كمان هي مشروحة بشكل كتير كبير بدورة الاتصالات اللاسلكية. في عنا إذا هذا سطح الأرض، هذا الهوائي إذا طلعت الإشارة معامدة لسطح الأرض بنسميه vertical polarization. إذا هذا الهوائي إذا طلعت موازية لسطح الأرض بنسميه horizontal polarization. طبعا حكينا عن الفرق بين الاستقطاب العمودي الأفقي ودورة الاتصالات اللاسلكية. أخيرا في شيء اسمه down tilt، هي مهمة. down tilt mechanical، شاني mechanical، شايفين هلا هي الآلية الميكانيكية، هي الآلية الميكانيكية بتسمح بإمالة الهوائي نحو الأسفل. يعني الهوائي أنا عندي هاي عمود، هذا الهوائي هيك، التغطية حتكون بهذا الشكل بشكل مباشر. بقدر أنا أعمل إمالة لهذا الهوائي حتى تصير التغطية بشكل موجه أكثر نحو الأرض.
الهدف منه اليوم أنا بعمل إمالة ميكانيكية لحتى أقدر وجه إشارتي نحو الأرض، نحو الناس الموجودين على الأرض، خصوصا إذا ما كان في عندي هون أبنية وعدة منعكسات. فأنا ممكن أعمل إزاحة ميكانيكية أميل الهوائي للزاوية تصل حتى حدود 20 درجة، هاي حتى 20 درجة، يعني كأني عم أفرد الهوائي. بس عملية فرد الهوائي فالتغطية صارت موجهة أكثر نحو الأرض، هاي بسموها down tilt أو إزاحة ميكانيكية. ركزوا على كلمة ميكانيكية لأنه بعد شوي هنشوف في عندنا شيء اسمه إزاحة كهربائية. فالإزاحة الميكانيكية هو أنا عبارة عن عزقة هون بفردها لحتى الهواء يفرد معي ويصير التغطية وين؟ نحو الأسفل أكثر. هاي بالنسبة للهوائيات السكتور. طبعا الهوائيات السكتور، الهواء اللي شفناه قبل شوي مثل ما أننا شايفين عبارة عن مدخلين، مدخل TX ومدخل RX، هذا بيسموه single band، يعني بيشغل لي باند واحدة. هاي الباند قد تكون 2G 900 أو قد تكون 2G 1800 أو قد تكون 3G أو قد تكون 4G إلى آخره. لكن اليوم حديثا في هوائيات ملتي باند. شو يعني ملتي؟ يعني عدة باندات. يعني مثل هون مثلا بتشغل لي باند 2G مثل ما شايفين 800 960، وممكن تشغل لي باند 3G أو 4G أو إلى آخره. فممكن تلاقوا هوائي واحد بشغل لكم 2G و3G و4G بدل ما اني اجيب عدة هوائيات على نفس البرج. مثل ما انا شايفين هاد دول باند، باند اولى باند ثانية. بيجي واحد بيقول لي شو هي؟ هي يا جماعة بسموها ريت. ريت اختصار ل ريموت الكتريكال تيلت. طيب شو يعني تيلت؟ تيلت هي ازاحة وريموت عن بعد. فانا عن بعد يعني اذا عندي مثلا هوائي بهذا المنظر، عندي عمود وعندي هوائي، طبعا ما في إزاحة ميكانيكية، فالهوائي عم يطلع الإشعاع تبعه بهذا المنظر مباشر، وفي عندي عالم تحت موبايلاته. يعني أنا اليوم بدي وجه هذا الإشعاع نحو الأسفل، فأنا أمام حالتين، يا بطلع وبنزل الهوائي، يعني بصير الهوائي بارتفاع منخفض، بصير بركز أكثر على العالم، أو بعمل له إزاحة ميكانيكية إذا بدعم. مثل ما شفنا سميناها ميكانيكال تيلت، يعني الهواء بدل ما يكون هيك بصير هيك، وبالتالي الإشعاع بصير أكثر للمستخدمين. هاي العمود وهي الإزاحة الميكانيكية. هاي الآليتين اللي بقدر أنا أستخدمهم بشكل ميكانيكي. شو يعني ميكانيكي؟ يعني بده يطلع حدا يا الهواء كان هيك يزيحه أو ينزله، يعني يا عندي هالخيار يا عندي هالخيار. لكن اليوم في عندنا شيء اسمه الريت. شو هو الريت؟ إذا كان هذا الهواء بيدعم الريت بصير عندي الآلية على الشكل التالي. عندي هوائي، هذا الهوائي واصل له كبلة نازلة تحت اسمها ريت، موصولة مع البنية التحتية. طبعا شو اللي بصير عندي؟ أنا واعد بمركز مراقبة الشبكة أو بمركز المعالجة أو الأوبريشن المينتنانس إلى آخره، بقدر بدل ما يكون الإشعاع بهذا الشكل أعمل هذا الهوائي يطبق شيء بسموه الري أو مصفوفة على الإشعاع اللي صادر. شو بيعمل بالإشعاع؟ بيحرفه بزاوية محددة. يعني صح الهوائي عندي إياه هيك أنا وعندي الإشعاع تبعه هيك يفترض، لكن الإشعاع بالحقيقة صار بيطلع مزاح بزاوية محددة. هاي الآلية بسموها الريت، واللي هي عملية دفش للإشعاع أو إزاحة الإشعاع اللي طالع من الهوائي بزاوية محددة بدون ما أطلع أنا وزيح الهوائي أو نزله. فأنا كهربائياً، مش هيك بسموها إلكتريكال، كهربائياً بطبق مصفوفة على هذا الإشعاع بدل ما يكون بشكل نظامي بيطلع بشكل منحرف، وبالتالي بقدر ينزل العالم اللي موجودين على الأرض. فهذا الشيء بسموه ريت أو ريموت الكتريكال تيلت مثل ما قلنا. شو بنلاقي كمان على البرج؟ اذا على البرج عنا الريت، هي اول شغله، او مثل ما قلنا شايفينها هون، شايفينها هي هي الريت ريموت الكتريكال تيلت. هلا هذا 3 باند
تمام، فهنلاقي ريت لأول باند وريت للتاني باند وريت للتالت باند، رح تلاقوا كابلات كابلتين لأول باند وكابلتين لتاني باند وكابلتين لتالت باند، مثل هون ريت لأول باند كابلتين لأول باند، عفوا كابلتين لأول شو كابلتين لأول باند ريت لأول باند، هتلاقوا ريت لتاني باند كابلتين لتاني باند إلى آخره. فالريت هو إزاحة أشعة شو كهربائية بدون الحاجة لإمالة هذا الهوائي، أو بدون ميكانيكيا، أو بدون الحاجة لتنزيل هذا الهوائي. أي شغلة. الشغلة الثانية بنلاقي قطعة بسموها RRU أو اختصارا Remote Radio Unit. شو هي الـ RRU أو الـ Remote Radio Unit؟ هلا الـ RRU هي اختصارا عملية تحويل الترددات الإشارة اللي جايتني من المستخدمين عبر الهوائي. يعني اليوم أنا هذا الهوائي مثل ما حكينا بيستخدم إشارة الموبايل، بيستقبلها بيبعتها للـ RRU، الـ RRU بتبعتها لتحت للتم معالجة للإشارة. فهون عملية تحويل الإشارات القادمة من الموبايلات عن طريق الهوائي إلى التحت للشلتر لحتى تتم معالجة هي الإشارة وإرسالها إلى المقسم. فهي إلى نطاق ترددي وحيد، ممكن اليوم نشوف عدة نطاقات ترددية لها، ممكن تلاقوا RRU وحدة، RRU واحدة عم تشتغل 2G و4G بنفس الوقت، كل تقنية مختلفة عن الآخر. فالـ RRU لحتى مثل لكم إياها، خليني أحط لكم هذا الشكل التالي. الـ RRU هي قطعة، يعني أنا عم أحكي على هاي. هاي القطعة في عندي الهوائي، جايته الكابلات لإلها للـ RRU، ومن الـ RRU نازلة تحت على الشلتر تحت أو التجهيزات اللي تحت لتتم معالجة الإشارة. فإذا عندي موبايل، هذا الموبايل على الألو استقبل إشارتي السيكتور أنتنة، السيكتور فيه TX RX، بعتهم للـ RRU. الـ RRU شو بيعمل؟ بيبعت هاي الإشارة، أول شيء بيحول الترددات، وبيبعت هاي الإشارة من شكل RF راديو إلى فايبر. فهذا المنفذ هو منفذ فايبر، يعني بيخرج لي كابل فايبر لتحت. طبعا شو الهدف؟ الهدف انه تقليل الضياعات، لانه اليوم انا اذا مرق اشارتي بالفايبر فضياعات شبه معدومة وتأخير زمني كتير بسيط. هذا المنفذ يا جماعة، منفذ شو اسمه هذا، منفذ الفايبر بيسموه، له اسم، هذا يمكن بيمرق معكم احيانا، بيسموه CPRI. CPRI بس تشوفوا منفذ CPRI فهو عملية تحويل الإشارة من شكل RF أو الراديوي إلى الفايبر. فشايفين هذا بياخذ الإشارة من الهوائيات وبيبعتها فايبر لتحت على الأرض، بيسموه CPRI أو كابل CPRI، هو الكابل بين الـ RRU اللي هي هي وتحت الشلتر، أو بيسموه الـ BBU الـ Base Band Unit. فهذا هدف الـ RRU. طبعا هاي الكابلات، شايفين هاي الكابلات القصيرة اللي هي بين الهوائي والـ RRU، هي يا جماعة بسموها الجمبر، جمبر كابل، أو بسموها باللغة العامية الجمبرات. فالجمبرات هي من وين لوين؟ هي من الهوائي ولحد الـ RRU. وهي بتتميز إن هي عبارة عن كابلات محورية قابلة للتني مثل ما احنا شايفين هون، متنية ومسافة قصيرة اللي هي بين الهوائي والـ RRU. بعدين يا بنزل فايبر يا بنزل بكابلات تانية محورية بيسموها الفيدر أو الفيدرات. الفيدرات بتجي كابلات سميكة، هلأ بنشوفها بعد شوي أو بالجلسة الجاية. فإذا هذا هو الهدف الـ RRU، اللي هو أنا اليوم أعمل عملية تحويل للإشارة وأبعت إشارتي بشكل فايبر بتنزل لتحت على البنية البرج، وهناك بتم معالجتها. إذا رح نعيد، الـ RRU اختصار لـ Remote Radio Unit، هي عبارة عن جهاز بيعمل عملية تعديل للإشارة، بيحمل الإشارة على الكارير أو الحامل، وبيقوم أيضا بتحويل الإشارة من شكل الراديوي
المستقبلة من قبل المستخدم إلى الفايبر، حتى نقلل النويز المتولدة أو الضجيج المتولد من الأبراج، لحتى نحسن يعني من تحويل المكالمة معالجتها، لحتى نبعثها بتأخير زمني قليل وبسرعة نقل بيانات عالية. فإذا بنشوفها كـ RRU، وين؟ كـ RRU كوحدة، حنشوف في إلى بورتات متصلة مع الهوائي، هي بنسموها الجمبرات، وفي إلى بورت بيبعت فايبر لتحت لأول البرج، وفي بورت للباور للكهرباء، وفي بورت للأرضي أو جي إن دي تقريض للتجهيز لحتى نحافظ عليها ونحميها. إذا شو وظيفة الـ RRU؟ إذا إجاكم سؤال، وظيفة تكبير الإشارة لمعالجتها من مشاكل التخميت ونتيجة ارتفاع البرج أو بسبب طول الكابلات أو إلى آخره، تقليل نسبة الإشارة على الضجيج حتى تكون أقرب ما يمكن للواحد إذا في عندي تيارات راجعة، إذا في عندي ضعف للإشارة، وبالتالي بقدر أبعتها فايبر مثل ما أنا شايفين لتحت عبر منفذ الـ CPRI، اختصاره إذا ماني مخربط Common Public Radio Interface أو هيك شيء، Common Public Radio Interface، وبتوصل بتكون خلصنا من كل مشاكل الكابلات والضيعات اللي بتصير فيها، وخصوصا لما بنحكي على ابراج عاليه بارتفاعات 20 30 متر 15 متر. كل ما كان، اذا بتتذكروا الكابلات المحوريه يا جماعه، اذا مرقنا فيها اشارات ذات ترددات عاليه تخميدها بيكون كبير، وبالتالي انا قدر الامكان بحاول اني اصفر من الكابلات، بحاول اني اصفر من الكابلات يعني من هون لهون وزياده. إذا بدي أنزل كمان كابلات بده يصير في عندي ضياع بالإشارة. هلا إذا كان البرج ارتفاعه 5 7 متر ماشي الحال مبلوعة، بس إذا عم نحكي 15 20 متر أكثر 30 متر، طبعا الأفضل إني أنزل فايبر لحتى أحافظ على إشارتي من الضياع ومن المشاكل والبهدلة. فهي تاني قطعة بنشوفها على البرج. إذا أول قطعة شو سميناها؟ سميناها الريت أو الريموت إلكتريكال تيلت، واللي هي حرف الإشارة بشكل كهربائي عن بعد. فالإشارة ما دام تطلع هيك بصير تطلع هيك بدون ما أنا أضطر إني يعني حرك الهوائي أو نزل الهوائي. تاني قطعة سميناها الـ RRU، معالجة الإشارة تكبيرها استقبالها من الأبراج وإبعاتها فايبر للبنية التحتية بالبرج تحت لحتى تتم معالجتها. ثلاثة وأخيرا في عندنا شيء اسمه TMA. الـ TMA هو Tower Mounted Amplifier، وهو عبارة عن جهاز، لما نقول امبليفاير تضخيم. طب انا شو بدي ضخم؟ الاشارة اللي طالعة من البرج ولا الاشارة الضعيفة اللي جاية من الموبايل تبع المستخدم؟ اكيد الاشارة المستقبلية. فهدفه الرئيسي هو عملية تضخيم للاشارة المستقبلية، والهدف منها اني اليوم انا اقدر اعالج هي الاشارة. يعني الار التي ام اي خصوصا لما بيكون في عندي عدد مستخدمين كبير بالمنطقة اللي أنا عم غذيها، فهدفها الرئيسي هي اللي بسموها Tower Top Low Noise Amplifier، يعني مضخم للإشارات وبالضجيج المنخفض. بالمشرمحي إذا في عندي إشارة ألو، يعني واحد مستخدم عم يبعث إشارته على البرج من مسافة شوية بعيدة، أو من منطقة فيها عدة مستخدمين، أو من منطقة فيها كتير ضجيج كتير ضياعات كتير سطوح، فبتصل إشارتي على البرج ضعيفة. فبحط قطعة بعد الاستقبال بسميها TMA بعد الهوائي. طبعا هذا الهدف الرئيسي منها تحسين جودة المكالمة، قلل من الدروب كولز أو المشاكل اللي بتصير بحالة فشل المكالمة، وأيضا حسن من نسبة الإشارة على الضجيج نتيجة أنه أنا اليوم عم قلل من أو عم ضخم الإشارة على حساب النويز، على حساب الضجيج المتولد من الأبراج أو من السطوح أو من المولدات أو من كل شيء حوالينا. فهي أساسا بالعربي هي تحسين جودة الإشارة الأبلينك اللي هي من الموبايل للبرج. هي خلقها بتكون ضعيفة، لحتى تحسن من جودة الإشارة بستخدم قطعة بسموها TMA. فبتدخل الإشارة من جهة المستقبلة وبتطلع مضخمة مرتبة محترمة، بقدر أنا أعالجها وأتعامل معها بهذا الشكل. طبعا هي أشكال الأبراج، ممكن تلاقوا هوائيات عم تقوم بإرسال الإشارة والتعامل مع إشارة المستخدمين. ممكن أنا أحط بعد الهوائيات شيء اسمه TMA اللي هو مضخم الإشارة المستقبلي لحتى أحسن من إشارتي، وبعدين في عندي الكابلات وصولا للبرج.
ايش هاي العملية بتمنى شايفين، او انا اليوم بقدر احط هوائيات عم تتعالج مع المستخدمين وبحط شيء اسمه ال RRU ريموت راديو يونيت اللي مهمة تحويل وتحميل الإشارة على الكارير وفيها منفذ CPRI فايبر. فبدال ما أنا أنزل كابلات محورية مثل هون كوأكسيال مع ضياعات بقدر أنزل كابل فايبر. طبعا اليوم الفايبر بيقلل لي ضياعاتي، بيسرع لي سرعة نقل البيانات الإشارة وبتأخير زمني شبه مهمل. فهذا الأساس لحتى أنا اليوم حديثا عم يتعاملوا مع هذا الشكل من الأبراج. بس في شكل تاني أهم من هيك، خليني أفرجيكم مثال تاني. في عنا هوائي بيشتغل على باند 3G وباند مثلا 4G هوائي تاني. هدول الهوائيات فرضا يمكن على موضوع الترددات عم نحكي على باندات هلا، هوائي بيشتغل على تردد 2100، هوائي بيشتغل على تردد 2600. فأنا بنزل بكابلات محورية قصيرة شو سميناها الجمبر، جمبرات لا عند ال RRU، في RRU لهذا التردد، RRU لهذا التردد، بنزل فايبر للبنية التحتية للبرج. هاي القطعة بيسموها BBU، حنحكي عنها بالدرس الجاي، نشوف شو بيتم معالجة الأمور فيها. هاي حركة إني استخدم هوائي على باند وهوائي على باند، بس مثل ما حكينا في هوائيات بتشتغل دول باند، فأنا بحاجة لهوائي واحد بنزل كابلات جمبرات لل RRU، من RRU بنزل فايبر للبنية التحتية. هذا بسموه DBS وهذا بسموه Active Antenna System AAS. فهذا الفرق بين إما إني استخدم هوائيات بباندات أو استخدم هوائي وحيد دول باند بنزل فيه مباشرة فايبر. هاي أشكال RRU يا جماعة، في منها عدة موديلات وعدة أشكال RRU دول باند، ممكن RRU 2G 4G مثل ما حكينا قبل شوي، ممكن تكون باند واحدة. طبعا كمنافذ هنلاقي منفذ للباور، منفذ للأرضي، منفذ فايبر، ومنفذ للتعامل مع الهوائي TXRX للجمبرات للكابلات القصيرة. حديثا هذا خلينا نحكي على الماضي، على الحاضر وعلى المستقبل اللي هو صار موجود اليوم بال5G. بالماضي كان عندي هوائيات، هاي مكونات الأبراج. هوائيات كان عندي ريت، شو هي الريت؟ هي إزاحة الإشعاع كهربائياً عن بعد. في عندي كابلات قصيرة وصولاً للمضخمات، ومن المضخمات بتنزل كابلات محورية للبرج. طبعاً هون هاي الكابلات المحورية هاي بنسميها الفيدرات مثل ما حكينا حنحكي عنها، وهي الكابلات القصيرة بنسميها الجمبرات. هلا الامور تطورت للحاضر. شو هو الحاضر؟ هذا بنشوفه باغلب الابراج اليوم حوالينا. في عندنا هوائيات عم تتعامل مع المستخدمين، وفي عندنا الريت اللي هي ازاحه اشعاع كهربائيا، في عندنا كابلات محوريه جمبرات وصولا لل RRU، ومن ال RRU بنزل كابل فايبر للبرج. اذا هون عندي فايبر. حديثا بال5G في عندنا شيء اسمه اكتيف انتنا، وين ال RRU جوات الهوائي صارت، يعني الهوائي بيتعامل مع اشاره المستخدم وبينزل مباشره فايبر. ما في داعي اني انزل كابلات محوريه لل RRU، ال RRU وين صارت؟ مدمجه بالهوائي، فبنزل مباشره فايبر. فبتلاقوا الهوائي ونازل منه كابل فايبر الاي مباشره لوين؟ للبرج. هذا بسموه اكتيف انتنا أو هوائيات فعالة. أما من زمان إذا كان الهوائي بيخرج منه كابلتين، واحدة TX وواحدة RX محوريات يعني كوأكسيال مثل تبع ساتلايت مثل تبع الراديو اللاسلكي، هذا بسموه passive antenna مثل ما احنا شايفين. ففي عنا الماضي، في عنا اليوم وين نحن، وفي عنا المستقبل اللي هو 5G اللي هو active antenna اللي هو بنزل فيه مباشرة fiber. طبعا اذا بدي اشوف انا هذا المنظر، طبعا في عندنا هسه قطعه ما كثير بتلاقوها يعني، بس بنلاقيها خصوصا اذا كان في عندي عده هوائيات على البرج وبدي انزل بدل ما انزل كابلتين 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 وكل هالكابلات نازلين على تري يعني على حامل هيك لتحت، فيني استخدم شيء اسمه ديبلكسر. ديبلكسر هي قطعه بتنحط فوق على البرج عند الهوائيات وبتطحن تحت. الهدف منها انه بدل ما مر كابلتين
وكابلتين لهوائيين، فأنا بمرق كبلة واحدة. هاي الكبلة حاملة الإشارات هدول، الإشارات هدول الدبلكسر بيجمعهم وبيرجع بيعيد توزيعهم، بيجمعهم وبيرجع بيعيد توزيعهم، بيجمعهم وبيرجع بيعيد توزيعهم. فهي القطعة بيسموها ديبلكسر إذا كنا عم نحكي على 2 بواحد، أو تريبلكسر إذا عم نحكي على 3 بواحد. فأنا اليوم مثل الدوبلكسرات اللي هي عملية تجميع الإشارة بخط وحيد، وبعدين بحط واحد تاني على الطرف الثاني بنهاية الخط، بيرجع بيفرد لي الإشارة مثل ما كانت. إذا بدي أحكي هون اليوم أنا شو مكون هذا البرج، فأنا حشوف هون عندي سيكتور أنتنا للتعامل مع إشارة المستخدمين. هذا رقم 2 هو الريت اللي هو إزاحة الإشارة كهربائيا. الرقم 3 هو المايكروويف، الربط بين البرج وأبراج تانية أو المقسم. الرقم 4 هو الـ RRU مثل ما احنا شايفينهم موجودين خلف الهوائيات، تضخيم الإشارة، تحميل على كارير وإرسالها فايبر. و5 هاد كمان هوائي سيكتور بباند مختلفة عن هي الباند اللي فوق. طبعا شايفين هذا حجمه قصير، هذا حجمه طويل، هذا ممكن يكون 2G وهذا ممكن يكون 3G أو 4G إلى آخره. فهي مكونات البرج بشكل رئيسي. طبعا لنفصل أكثر، هي الكابلات المحورية واللي بنلاقيها بالجمبرات. شو هو الجمبر؟ هو بين الهوائي والـ RRU وراء. فهي الكابلات بنسميها الجمبرات. شايفين هيك مناظرة؟ الكبل بيكون عبارة عن قطعة خارجية عازلة عن الشيلد أو البرادة، قطعة عازلة تانية والكبل المحوري. هذا هو الكبل المحوري متألف من هذا المنظر. فأنا إذا عندي هوائيات تطلعوا، عندي هوائي هون، هوائي هون، هوائي هون، هالكبلات بين الهوائيات والـ RRU بنسميها الجمبر. وبعدين إذا نزلت ما نزلت فايبر، نزلت كبلات محورية بيسموها الفيدر. إذا شو هو الفيدر؟ هي الكبلات السميكة اللي بنزل فيها على مدى البرج. هي الفيدرات، شايفين؟ هي الكبلات السميكة اللي ما بتنتني، لا تنثني بسهولة، هي بنسميها الفيدرات. شايفين؟ الفيدر في منه عدة أشكال، في 7 على 8 إنش، في 1 على 4 إنش، في 5 على 8 إنش، في 0.5 إنش، ربع إنش إلى آخره. طبعا بيفرق معنا شيء بيسموه اللوسز أو الضياعات. بس أنا حتى أشوف هذا المنظر، يعني كيف بشوفه على أرض الواقع؟ بشوفه على الشكل التالي. خليني أفرجيكم كيف الآلية. الآلية هي على الشكل التالي يا جماعة. عندي برج، عندي هوائيات، وعندي تحت هون بنية تحتية للبرج بيتم فيها معالجة الإشارة، بالتحديد بقطعة بيسموها BBU أو Base Band Unit. المهم هذا زلمة عم بيقول ألو، أنا بهمني وصل إشارتي من هون لا تتعالج إشارتي وتروح عن طريق المايكروويف للبنية التحتية. بس خليني أرجع بشكل أوضح. هاي برج، هاي هوائي، هذا الهوائي بتتذكروا سميناه سيكتور، وهون عندي هوائي دش رابط برج تاني، وهذا البرج رابط المقسم اللي هو البي اس سي. فأنا اليوم إذا أنا هون بدي أوصل إشارتي للمقسم، فكيف الآلية بتتم؟ بتتم على شكل تاني. طلعوا كيف دقيت 0955 اللي هو كبست اتصال، فاللي بصير الموبايل ببعت إشارتي لوين؟ لأقرب برج. فمين استقبله؟ الهوائي السيكتور. الهوائي السيكتور له TX وRX، مثل ما شفنا TX وRX بيفوتوا بكبلات بيسموها الجمبر. هاي الكبلات حلاوتها إنها تنثني، يعني سهلة، ضياعاتها شوي شبه كبيرة، وبالتالي أنا بحاول أصفر منها قدر الإمكان. بعدين هون تجي وحدة مثلا الـ RRU، يا أما بنزل فايبر، أو إذا أبراج قديمة فيني أنزل كمان كابلات محورية. هاي الكابلات المحورية لأنه المسافة بتكون كبيرة، فأنا بحاجة يعني من أعلى البرج، من أعلى البرج
للأرض ممكن تكون 10 و15 و20 متر، فأنا بحاجة لكابلات تتحمل ضياعات. تتحمل شو؟ ضياعات. فبيجيبوا كابلات سميكة بيسموها الفيدر، مثل ما شفنا قبل شوي. هاي الفيدر لا ما بتنتني، فمشان هيك بمرقوها على كل على البرج يعني بشكل عمودي يوصلوا لتحت. طيب كيف بدي اوصل اشارتي انا للكابينة اللي فيها التجهيزات؟ ما بقدر اتني هدول الكابلات العريضة، فبيرجعوا هون بيحطوا كابلات رقيقة مثل هي بيسموها جمبرات. يعني الجمبرات وين بتلاقوها؟ بتلاقوها فوق بين الهوائي والار ار يو، وبتلاقوها تحت 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 بأسفل البرج بين الكابلات السميكة والبنية التحتية حتى اقدر مرقه. هلا بس وصلت اشارتي على البنية التحتية، مثل ما حكينا فيها قطعة بيسموها البي بي يو، بتتعالج اشارتي وبتروح لوين؟ على المايكروويف، ومن المايكروويف لمايكروويف للمقسم، وبتصل للطرف الثاني. فهي هي الآلية، يعني الآلية من الموبايل ستيشن للسيكتور انتنا للجامبر كيبل، هي الكابلات القصيرة اللي بتنتنى، بعدين من الجامبر كيبل للار ار يو، يا اما بتنزل فايبر على البنية الرئيسية للبرج تحت البي بي يو، من البي بي يو بتروح مايكروويف لتصل للموبايل سويتشنج سنتر عن طريق الكنترولر، عن طريق المقسم. يعني بتصل للمقسم الرئيسي عن طريق المقسم الفرعي. خلصت. هاي أول حالة. الحالة الثانية، هات نكتبهم، هي الحالة الأولى وهي الحالة الثانية. من الموبايل ستيشن للزلمة للسيكتور للهوائي السيكتور عن طريق كابلات الجمبرات للار ار يو. الار ار يو فايبر بتنزل لوين؟ لا تحت أول البرج في عنا البي بي يو. بي بي يو اللي هي بيس باند يونت، اللي هي المخ تبع البرج. بي بي يو بيبعتها عن طريق المايكروويف، المايكروويف بتروح لأقرب مقسم، ومن أقرب مقسم بتروح للمقسم الرئيسي، ومنها للطرف الثاني. بيرن الموبايل أهلي. أو في عنا موبايل ستيشن إذا كانت أبراج قديمة، سيكتور أنتنا، جمبرات، بعدين ار ار يو، بس بدل ما تنزل الفايبر بتنزل كابل محوري بسموه الفيدر، هذا اللي بيجي لسميك. من بعد الفيدر وين هاي؟ من بعد الفيدر بنرجع مرة ثانية على الجمبر، بعدين بي بي يو، بعدين مايكروويف، بعدين بي اس سي، بعدين ام اس سي. هي بيرن موبايل الطرف الثاني. فشايفين هذا المنظر؟ هذا المنظر هلا هو عبارة عن كابلات فيدر محولة لجمبرات. يعني وين هذا؟ هذا تحت بأسفل البرج، تحت 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 عند أول البرج. هتلاقوا كابلات فيدرات طالعة لفوق وكابلات جمبرات فايتة بالبي بي يو أو البنية التحتية. شايفين هذا فيدر؟ هذا جمبر، هذا فيدر، هذا جمبر، هذا فيدر، هذا جمبر، وهكذا. هذا فيدر، هذا جمبر. هاي وين بنلاقيها؟ إذا هي البرج، الكابلات السميكة هي هون، الكابلات السميكة هون، والكابلات الرقيقة هون، والكابلات الرقيقة هون. هون رايحة على الهوائي، وهون رايحة على البي بي يو. طبعا في أشكال الكونكترات، في دي أي إن، في إن، هلا هذا إن وهذا دي أي إن، طبعا حسب الكابل وكيف بشو، إذا فيدر ولا جمبر ولا شو. في انواع بسموها الان كونكتر مثل هي، وفي انواع بسموها الدي اي ان كونكتر مثل هي. دي اي ان اكثر لكابلات الفيدرات، يعني هون مثل ما احنا شايفين هون هذا المنظر هو دي اي ان اكثر، هو عباره عن كونكتر بهذا المنظر بهذا الشكل او بهذا الشكل. طبعا هذا بسموه فيميل وهذا بسموه ميل، هذا بسموه فيميل وهذا بسموه ميل. طبعا اي كونكتر فيه فيميل وفيه ميل بورت حسب انت شو بدك. تمام، هاي اهم الامور اللي حنلاقيها.
بالبرج طبعا في عندنا كيبل تري، كيبل تري هو حامل للكابلات، هذا بتلاقوه كمان على طول البرج حامل للكابلات. وفي عندنا ايضا مانع صواعق، مانع الصواعق الاشاره الجايه من الهوائي، الاشاره الرايحه على مكونات البرج، وهون تنوصل بالارض. فاذا عندي اشاره ذات صاعقه وما كان عندي مانع صواعق واستقبل الهوائي، فبدال ما تفوت الاشاره على التجهيزات اللي عندي وتلعن ابوها، عفوا هون تلعن ابوها، فبتجي الاشاره بيستقبلها الهوائي بتيار عالي جدا، بتفوت بدل ما تنزل على التجهيزات وتحرقها بتروح على الأرض وبتنزل. فمانع الصواعق كمان مكون من هدفه الرئيسي بعملية الحماية من التيارات العالية والأبراج والقصص. فهذا أهم شيء نحكي فيه اليوم عن مكونات البرج. طبعا الدرس القادم رح نبلش بصور كتيرة من الواقع العملي للأبراج، يعني في عندي تقريبا حوالي 30 أو 40 صورة سايتات، هنحكي كل سايت من شو بيتألف، من شو بيتكون، بناء على الحكي اللي حكيناه اليوم. هذا أهم شيء، وإن شاء الله نشوفكم بالدرس القادم. تحياتي.